وتمرية بالسمبوسك نحتاج إلى ما يلي: عجينة سمبوسك، كوب سميد، 3.5 كوب ماء، 3/4 كوب سكر، سكر ناعم للوجه، وزيت للقلي. تمام طيب يا شيف؟ هناخد احنا المكونات اللي عندنا كلها وهنحطها على بعض. تمام. ادي السميد، ادي السكر، وهناخد المية. طبعا انتوا عايزين تضيفوا اي حاجة، يعني اللي عايز يضيف موارد، مزهر، مستكة، يعني اي اضافة انتوا عايزين تضيفوها بتقدروا تضيفوا فانيلا زي ما تحبوا. تمام. ده المهم، الخليط بتاعنا اللي احنا هنحطه على النار وهيجمد، وانا عايزاه يكون جامد. تمام؟ تمام. وبعدين هنعملها بالسمبوسك، بيطلع طعمها رائع، وبنقدر نحط لها بعد كده على الوش سكر بودره. بتعرفي انا ما كنت تمريه، عجينتها هي طريه هيك. احيانا بقول لو انها كرانشي شوي. اهي. والله انت كانك في دماغي يا ماما. ايوه، وهاكلك السخنه كمان. طيب. طيب ماشي. هتاكل السخن. يلا. طيب بس لازم نفضل نقلبها كده لغاية ما تبتدي تتخن معانا. وبعدين تبرد. طبعا احنا اصلا هي لما بنيجي نعملها بالعجين بنحطها في بايركس الخليط ده، وبعدين بنقطعه مكعبات، وبناخد الحشوة نحطها في عجينة التمرية. بس السمبوسك طبعا صغيرة، ممكن نعملها عادي يعني مش محتاجين ان احنا نفرد مربع علشان يملالي العجينه. وبتلفيها نفس لفه السمبوسه صح؟ لفتها مختلفه؟ لا، لفتها مختلفه. لفتها مختلفه. بس طبعا برضو ممكن نلفها لفه السمبوسه. طيب. شايف الخليط ازاي؟ ده لسه سخن. يعني وهو لسه سخن سميك. ده اللي هو سخن. لازم لا 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 خلاص، فده احنا لازم نسيبه لغايه طبعا ما يبرد، بس هو ده القوام، شايف قد ايه سميك؟ سميك جدا اهو. يعني. خلاص. طيب هو غلي معانا وكده بقى مية مية، هناخده. لا انا مش عايزة اطفي على الزيت، هناخده ونحطه في اي حاجة بس لغاية ما يبرد شوية. وانا طبعا جايبة معايا بارد. تمام. هو بياخد وقت كانه ما بياخدش وقت. لا لا طبعا عايز له شوية. بياخد وقت منيح. عايز شوية. لانه بنشتري التمرين بنقعد يعني ساعة واحنا نبرد فيها. اهي. شايف دي اللي عندنا اللي اهي اللي جاهزه. طبعا احنا بنقدر ان احنا ثانيه واحده علشان اوريكم، يعني احنا بنقدر نقطعها مكعبات لو احنا عايزين، ونحطها زي ما هي مكعب كده في الحشوه بتاعتنا. وبنقدر نحطها عادي، يعني مش المساحه صغيره، يعني التمريه العاديه بتبقى كبيره شويه، فبنبقى عايزين ان احنا نملى كل المنطقه بتاعتها. عشان كده بنحب نحطها مربعه عشان نضمن ان الكل وصل له. انما وغير طبعا ان احنا القوام بتاعها بنبقى عايزينه يبقى جامد شويه، علشان ما لو اتعرض للنار وهو طري ممكن يفرط يعني. صحيح. اهي، فبنقدر نحطها كده مربعات زي ما انتم شايفين كده، او بنقدر نحطها عادي بمعلقه صغيره زي ما قلنا المساحه صغيره بتاعت السمبوسك. تمام. دلوقتي هنعمل ايه؟ هنجيب السمبوسك اللي عندنا. طيب انا هجيب دلوقتي عجينه السمبوسك بتاعتنا اهي، وهنبتدي نشتغل فيها. طبعا انتوا حرين تشكلوها بالطريقه اللي انتوا عايزينها. انا باخد اتنين، هاخد اتنين، بحط واحده كده وبحط الثانيه بالعكس. تمام. واحده كده واحده كده. حلو الكلام. أوكي. خليني البس بس جلافز. دايما يقولوا لي انت اكتر واحده بتستاهل الجلافز في الدنيا. انا طول ما انا على الهوا بحب البس الجلافز دايما. طيب هناخد دلوقتي القطعه من الخليط اللي عندنا اهو، شايف مش مضطرين ان احنا نحطه مربع لان هو المساحه صغيره، بس لازم اتاكد ان هو ايه مليلي المنطقه يعني. هناخده نعمله كده وكده وكده وكده. تمام. بنجيب خليط بقى من طحين وميه وبنقفل الحتت بس، وبنقفل الحتت دي. تمام. وخلاص كده دي القطع بتاعتنا. انا طبعا عامله منهم هناك، دلوقتي احنا هنقليهم هسه بنعرضهم بعد شوي الجاهزين.